تحفة جدا اهي. بصي لونها، بصي جمال لونها، بصي هشة واسفنجية ازاي، بصي جميلة قوي، هشة جدا. وادي القاع بتاعها من تحت، التسوية بتاعتها جميلة قوي قوي. ادي تحت اهو، وادي وشها فوق، السمسم مديها شكل جميل قوي وطعم حلو، واللون بتاعها من جوه جميل جدا والاستفندي. حاولي تجربيها مش هتندمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزيكم حبيبنا، عاملين إيه؟ صباحكم نادي، صباحكم مشرق بنور الله، صباح الرزق، صباح النشاط، صباح الطاقة. النهاردة معانا فيديو عن إيه؟ نعمل معاكم حاجة حلوة كده، هنعمل معاكم البسيسة أو كيكة الذرة. نخش معاكم على المقادير ونشوف معايا إيه. تعالوا ندخل معاكم على المقادير ونشوف معانا مقاديرنا هتكون عبارة عن ايه. احنا طول عمرنا بنعمل كيكة الذرة او البسيسة باللبن، احنا النهاردة هنعملها باليوسفي او اليوستفندي. معايا حوالي كيلو من اليوستفندي، هقشره وهعصره كويس جدا في المصفى. معايا كوباية كبيرة سكر، معايا كوباية من الزيت، معايا رشة من الفانيليا، معايا باكت من البيكنج باودر، معايا رشة صغيرة كده من الملح، معايا 3 كوبايات من الدقيق الذرة، معايا 2 كوباية من الدقيق الابيض، معايا 1/2 معلقة من الخل، ومعايا 4 حبات من البيض، بيض كبير كده، او لو حابة تزودي عن الاربعة انت وامكانياتك برضو. هروح بقى اعصر اليوسفي وارجع لكم تاني. بعد ما عصرت اليوسفي بتاعي كده وصفيته كويس جدا، هعمل ايه بقى؟ هبدا اجيب الخلاط بتاعي. جيب الخلاط وهنحط فيه ايه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، حط فيه الـ4 بيضات، حط السكر، رشة الفانيليا، كوباية الزيت، لو حابة تحطي الزيت ده، الكوباية دي مقدار نص زيت على نص سمنة بلدي لو متاح يعني عندك، ماشي مفيش مشاكل، كله ماشي كويس. هضيف كل المكونات السايلة كده مع بعضيها، وادي العصير بتاعي، واروح بقى اضربه في خلاط. معلقة صغيرة كده من الخل علشان ريحة الزفارة بتاعت البيض، وبتديها هشاشة كده وطراوة جميلة جدا. هروح اضربه بقى في خلاط وارجع لكم. هحط بقى الخليط بتاعي كده، بصي لون الاستفندي جميل ازاي. هقلب بقى المواد الجافة كلها على بعضها. ادي رشة الملح، وادي كيس البيكنج باودر، هقلبه كده. هنزل على الخليط بتاعي كده، وانزل برضو بنص الكمية الدقيق الابيض، الخطوة دي بقى. اذا عندك مضرب كهرباء ماشي، اذا عندك مضرب يدوي زي كده ماشي، اذا لا عندك ده ولا ده وبايدك، احنا كنا على طول بنعملها بايدينا يعني، وامهاتنا واجدادنا على طول كانوا شغالين في الحاجات دي والمعجنات دي والحاجات دي كلها بالايد، ما كانش فيه لا مضرب ولا حاجات من دي خالص. بتطلع برضو جميلة ونتيجتها حلوة جدا. اضرب بقى كده في كل المكونات ببعضها،
جميله جدا والله جميله. اليوستافندي مديها لون جميل قوي وريحه حلوه قوي قوي، واكيد هيبقى طعم جميل. اعمليها بقى كده في ليالي البرد دي مع كوبايه شاي مع كوبايه لبن على الفطار الصبح كده، كوبايه شاي حاجه خفيفه وجميله قوي. بص القوام بتاعها حلو ازاي، اضرب قوي كده خفيفه كده. هنزل بقيه الدقيق بتاعي تدريجيا كده، قوامها كده جميل جدا. هروح بقى اجيب الصينيه بتاعتي واشوف هنعمل ايه. حضرت معايا كده صينيه، مقاس ده معقول جدا حلو. الخليط بتاعي اديها ماده دهنيه كده، دهنتها زيت كده، وهبطنها بشويه من الدقيق. بطنها كده بشويه من الدقيق الدوره برضو. كده هنزل الخليط بتاعي بقى. بسم الله اهو، كده كويس جدا اهو. هروح بقى اولع الفرن بتاعي على درجه حراره 180 واحط فيها الصينيه، وهقول لكم خدت قد ايه في الفرن. طبيت الخليط كده، معايا شويه من السمسم الابيض، لازم يكون ابيض عشان ما يتحرقش على وش البسيسه، وده اختياري عندك، او حابه تحطي حطي، مش حابه خلاص. لو عندك سمسم حطي، لو عندك جوزة الهند مبشوره حطي. انا هحط كده، انا عندي سمسم ده بيديها شكل جميل جدا، بيحمر كده على الوش بيديها شكل حلو قوي. وده شكلها النهائي اهو. هنروح بقى نسويها ونرجع لكم. ورجعت لكم بعد ما طلعنا صينية البسيسة بتاعتي من الفرن بعد ما استوت، هي خدت حوالي نص ساعة في الفرن، وادي شكلها النهائي اهو. هقطعها معاكم بقى. بصي شكلها جميل ازاي، ولونها تحفه جدا، والسمسم اتحمص كده على وشها، استوى معاها جميل جدا اهو. طلع خرطه معاكم كده اهي، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا اهي، تحفه جدا اهي. بصي لونها، بصي جمال لونها، بصي هشه واسفنجيه ازاي، بصي جميله قوي، هشه جدا. وادي القاع بتاعها من تحت، التسويه بتاعتها جميله قوي قوي. ادي تحت اهو، وادي وشها فوق، السمسم مديها شكل جميل قوي وطعم حلو.
واللون بتاعها من جوه جميل جدا والاستفندي. حاولي تجربيها مش هتندمي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون نال اعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب لقناتي.